السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي مزيان بخيرين الحمد لله وشكره. اليوم جيت بغيت نشارك معكم واحد الطاجين ديال الغدمج. مادام راه مسافر على غيبة المغرب بغيت نطيب انا الطاجين هذا. اللحم ديال الغدمج وعندك هنا البصلة وخيز وبطاطا وجلبانة تهوية تهي معاهم وهنا قزيبر وهنا التومات ضاروين ومعطيشة وزيت البلدية والعطرية كاملة. أنا ندوز دابا ندير شاعل عليه البوطة مع شوية الزيت كبر الزيت بشي كامل هنايا. دابا غنبص عليها. راك عارف ان الطاجين تيبغى ديما مهيل. تيبغيش العافية مجاهدة عادة هكا. نشد الحيمات ندير من هنايا الحيمات ونخليهم يتقلاو شويه بشويه. دابا راك عارف الطاجين راه ماشي بحال كوكوط ولا كجهه ديالها دير. نخلي بشويه بشويه تبدا يدير عاد ندير عليه مليحه وندير شويه مع القزبر والثومه والعطريه. دابا ما ندير عليه حاجه نخليه بلات عاد ندير عليه ندير خير وطاجه خلوطه جلبانه وبطاطا وبصله هي ولاش هو دابا تيتقلى غنقلب الحيمات وحاط الما تيطيب حتى الطاجين ضروري خصك ديرو الما طايب ميكونش بارد ديرو. طبعا قلبت المرة القلبة الأولى غنخليو على بلاتي واحد شوية عاد غندير عليه العطرية. غنخلط العطرية كاملة جميع ونديرها. هنا بسط القزبر راه كاع درتو بحال ما هنا خليت واحد الجبانية درت فيها العطرية كاملة ونزيد عليها شوية الزيت البلدية وجتوما حتى هما نقطعهم باش نخلطو كامل في الجبانية وعاد نديرو في الطاجين. تقلت اللحم مرة الأولى مرة طاب هذا الشيء العطرية نديرها معاه دابا كامل هادشي ندير الملحة الحرباق ما درتهاش غنديرها هنايا ايوا العشاء خلص هادشي كلشي ها هو باقي في التقلى شوية الماء سخون
عليه. وعندنا العطرية قالوا خليه تقلوح شوية دابا هكا عاد نعقب ندير عليه الخضرة نقاد ونزيد شوية العصو دابا ما نزيد حتى حاجة نخليه بحال ما هكا ومن بعد عاد ندير البصلة وداك الشي ونخليه. أنا يعني بعد داز ربع ساعة وخليته تي باش درت العطرية دير خليت ربع ساعة دابا غندير الخضرة ندير الخضرة كاملة اللي دابا جلي بينا غير قبلو عليو صح المهم ديب على راسنا ما تخموش سهلة من الفوق كما العادة يحرى شي شي مادة تجري من الحق لا 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 الحضرة مادة تجري هي الحضرة باش نعمل فوق دير هاد الغرفة دير واحد الرشة ديال المليحة واحد المعطيشة تاع هي صافي دابا خليته على خاطر مبقاش نعري ما والو العصوص راه كاين فيه مع دابا نزيد واحد النقاط قليلة صغيرة ماشي بزاف مشوي الما سخونة الطاجين ضروري الما سخون يكون شوف قطرة زدت ماشي بزاف بس لا غطلق الما ديالها تا هي نيتو يوسف نتشوفو من بعد شوفوا نوريكم الشكل النهائي وهذا بقى الشكل النهائي ديالو ها الطاجين ديالي كمل نتمنى من الله يعجبكم وباش ما كان خلوا لي تعليق وليا كي جاكم الطاجين ديالي
والسلام عليكم.